الاقتصاد المنزلي مصطلح منه جديد، ولكن صرنا كتير نسمع عنه بهي الفترة لأهميته الكبيرة بحياتنا نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء الأسعار. هو علم يدرس أكيد بالجامعات، ويمكن أيام زمان كنا نفكر أنه هو حكر على المرأة السورية لأنه هي مسؤولة عن تدبير البيت، ولكن اليوم رشا بتلاقي أكثر من شخص اليوم ضمن الأسرة عم يشتغل كرمال يمكن تنظيم هي الأمور أكثر لنعرف شو هي الأساسيات شو هي الكماليات ونفس الوقت شو الشغلات بنقدر نستغنى عنها. اليوم رح نحكي عن مصطلح هو مثل ما قلنا شائع ولكن ما كتير متداول، الاقتصاد المنزلي. شو هو هذا المفهوم وشو هو اختصاصاته وأقسامه؟ واليوم هذا الاقتصاد شو تأثيره الإيجابي إن كان على الفرد وإن كان على المجتمع؟ ومثل ما قلنا بالمقدمة من زمان كانوا يفكروا أنه هذا المفهوم هو حكر على المرأة فقط، ولكن اليوم ضيفتنا رح توضح لنا أكثر شو مفهوم هذا العلم ونحن كيف قادرين نستغله بالشكل الإيجابي. وضيفتنا لليوم هي المهندسة صفاء أحمد. تسعد صباحك ست صفاء وأهلا وسهلا فيكي. تسعد لي صباحك وصباح كل شيء عم يشاهد. أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذة صفاء، أهلا وسهلا فيكي. يعني حاولنا بداية نعطي تعريف مبسط عن الاقتصاد المنزلي، اليوم حابين من وجودك معنا لليوم نوضح مفاهيم عديدة ضمن هذا المفهوم. خبرينا بداية نحن شو بنقصد بالاقتصاد المنزلي. تمام، هلا كان تعريفك للاقتصاد المنزلي بالبداية كتير حلو، لكن أنا دائما بقول لهم علم الاقتصاد المنزلي هو علم الحياة. لما بنقول علم الحياة معناته هو عم يشمل مجالات واختصاصات متعددة ضمن حياتنا، نحن عم نمارسها ضمن حياتنا اليومية وما عم نعرف إنه هي لعلم الاقتصاد المنزلي تابعة لعلم الاقتصاد المنزلي ببلدنا يعني ضمن سوريا. فهي الاختصاصات خارج البلد هي تدرس كاختصاصات خاصة تحت هذا العلم. في عنا مجالات متعددة ممكن للأشخاص اللي بيدرسوا علم الاقتصاد المنزلي إنهم هن يتوجهوا لها من خلال ممكن يكون عنا نحن مشاريع صغيرة، ممكن تكون الانتساب أو الالتحاق بشركات خاصة، سواء كانت هي المجالات. رح أقول أنا في ناس بتتوجه وبتدرس تخصص تصميم الأزياء، في ناس بتتوجه لأخصائية تغذية، وكل واحد في له مجالات العمل الخاصة فيه، بالإضافة لدور عمليات التوجه بالعمل لدور الحضانة، الجامعات، المطاعم، الفنادق. هذا كلياته بيشمل مجال الغذاء والتغذية يلي نحن مندرسه أو مندرسه بعلم الاقتصاد المنزلي. بالإضافة للمجال الأهم يلي نحن ذكرناه بالبداية اللي هو أو حضرتك ذكرتي اللي هو علم الأسرة أو الحياة الأسرية وتأثيره عليها وكيف ممكن أفراد الأسرة وبضوء الأزمة كيف استثمروا علم الاقتصاد المنزلي، وهن ما بيعرفوا أنه هاي التخصصات هي تابعة لهذا الاختصاص. لكن نحن بدورنا كمرشدين بالعلاقات الأسرية وضمن جامعاتنا ومعاهدنا وتعاملنا مع كافة الشرائح سواء كان بالجمعيات أو حتى بمؤسساتنا الحكومية أو حتى بمناهجنا أنه نحن كيف نوجههم ضمن هذا العلم والتخصصات التابعة له لحتى يستثمروا ويستفادوا منه وكان حصلوا منه على مهن حرة بإيديهم أنهم ممكن فادتهم. في عنا طلاب صاروا خارج البلد، ممكن الدول اللي راحوا عليها البلد ساعدتهم حتى يكملوا الاختصاص، في منهم لا استثمروا عملهم وصاروا يشتغلوا بنفس التخصص اللي هن يتخرجوا منه. وأكثر شيء يمكن هي كان عندهم مجال النسيج والأنسجة، لأنه مجال التغذية نحن عنا بنفتقر له كمواد وكمقررات ضمن مناهجنا والعلم اللي نحن عم ندرسه حاليا. هلأ هو إذا سألتيني إنه هو هل هو موجود عنا يطبق عنا، نحن في عنا معاهد فقط تدرس لمدة سنتين بعد الثانوية وهي حكر على طلاب الفنون النسوية. ليه؟ أكيد بتعرفوا أنتوا هذا الشيء. هي قرارات وزارية نحن ما بنقدر نتحكم فيها، لكن زمان بدنا نقول نحن بال97 بال95 كان في يعني بادرة كتير كبيرة من خريجين التعليم العام يتوجهوا لهذا الاختصاص ويدرسوا بشغف ويتخرجوا منه ويكملوا بعدين اختصاصات متعددة اللي هن بيرغبوها. هلأ
نحن بدنا نقول انه الهدف من دراسته، الهدف من تدريسه لمثل هي الشرائح. طبعا هو يعني كوزارة التربية او وزارة التعليم يمكن لحتى يخرجوا مهنيين بحتي يعني بشكل بحت وليس اداريين. لكن نحن لما منزور الشركات، شركات الألبسة أو شركات الأغذية، هنن بيطالبوا بطلابنا هدول إنهم هنن يلتحقوا فيهم حتى لو ما كان عندهم الخبرة المهنية، هنن قادرين إنهم يعملوا لهم دورة لمدة 3 أو 6 أشهر وبيصيروا بيستلموا مو عمل إداري وإنما مدراء لمثل هاي الورشات ومشرفين عليها بسبب المهارات والخبرات اللي هن بيكتسبوها. نحن لما بنقول اقتصاد منزلي يمكن كثير ناس بتقول طبخ طهو. صحيح. لا لا ابدا، هو لا نو طهو ولا نو طبخ، لكن هو تغذيه. لكن للتعرف على طرق التغذيه الصحيحه، طرق الطهي الصحيحه والصحيه لكافه شرائح المجتمع، بدي اقول من الاطفال للكبار. هلا أكثر شغلة نحن اللي فادتنا بالحرب أو كنا عم نركز عليها معاكم هي كيفية الإدارة السليمة، لأنه إذا أجينا لعلم الاقتصاد المنزلي كمصطلح هو هوم إيكونوميك، فهو إدارة المرأة لمنزلها، لكن هي صارت أكبر بكثير من هيك لأنه هي تشاركية ما بين المرأة والرجل والأبناء نفسهم لحتى يعيلوا نفسهم ضمن هاي الأسعار والغلاء اللي نحن عم نشهده بين يوم وليلة بين الفترة الصباحية والفترة المسائية. فبده يكون في عملية إنتاج وإدارة صحيحة وخلق مشاريع من ضمن علم الاقتصاد المنزلي بكافة المجالات اللي أنا ذكرتها لحتى هن يغطوا. ما عاد في شيء اسمه كماليات أستاذة. صحيح، هو كل شيء ضروري للإنسان، لكن حتى الضروريات نحن صرنا عم نسعى لحتى نغطيها، لحتى نقدر نغطيها. في أمور مفروضة علينا فرض، في أمور ممكن نستثنيها، لكن هون بقى أنا بصير كربة منزل أو كرجل قائم على إدارة المنزل بعملية الإنفاق ضمن الحدود الممكنة متاحة. أيوة تماما، منشان ما يصير يخلق عنا مشاكل نفسية. أكيد أكيد. مشاكل بالبيت بين الأزواج. حلو كتير. هلأ هو هي علاقة علم الاقتصاد المنزلي بمجال العلاقات الأسرية، إنه لما تفهموا المرأة صح، لما يفهموا الفرد، أنا بدي أقول ما رح خصص المرأة لكن دائما بنركز عليها لأنه هي الركن الأساسي بالبيت. صحيح. على عاتقة يعني بيصير كل شيء. فلذلك منقول إذا تأثرت ماديا رح تتأثر نفسيا وصحيا جسديا، رح تتأثر بحياتها الثقافية، حياتها الاجتماعية، حياتها ضمن عملها، التواصل مع الآخرين، لأنه المردود المالي بيلعب كتير دور كبير بمثل هاي الأمور. فلما بيصير في تحديد أو تقليص هون صارت عم تنضغط نفسيا، انضغطت نفسيا صارت عم تلجأ لشيء فشت قهر. خلينا نقول تماما نحن بدنا منهم انهم هن ما يلجأوا للامور اللي غلط كثير كبير انه يلجأوا لها، هي انهم مثلا يشربوا حبوب الاكتئاب او حبوب الاعصاب. ممكن توصل لا لهي الدرجه طبعا، اكيد ممكن توصل لاكثر من هيك اذا كان الاداره غير صحيحه وما في تفاهم بين افراد الاسره. فبده يكون في تعاون دائما بين العائلة الواحدة لحتى تعمم هذا الشيء على الوسط الخارجي اللي هي فيه. تمام. أكيد ست صفاء، اليوم من خلال حديثك معناتها نحن كنا خلال السنوات السابقة عم نمارس مفهوم الاقتصاد المنزلي طبعاً. حتى لو ما كنا نحن بنعرف أنه نحن عم نشتغل بهذا الاختصاص. اليوم ظروف الحرب أجبرت الجميع على إنشاء مشاريع صغيرة، على الادخار، على التقنين لتغطية الحاجيات اليومية. اليوم هذا الشيء كرمال ما ذكرتي حضرتك نروح للانعكاس السلبي على حياة الأسرة. اليوم في أساسات وفي تنظيم لإدارة الأسرة، شو هي أهم الطرق؟ هلا بالنسبة بدي أقول أنا لحتى الأسرة تكون ناجحة والطرق اللي لازم تتبعها ضمن منزلها
سواء الأسرة أو أي فرد. ممكن في ناس عايشة حياة استقلالية، أول شيء لازم يكون في عنا خطة منظمة لكل أسرة. نحن ما فينا كخبراء أو كأخصائيين نوضع خطط لكل أسرة ولكل فرد، لأن كل إنسان له حياته الخاصة، له طبيعته الخاصة. كل محافظة ببلدنا لها طبيعتها، حسب المناخ، حسب الماديات، في اختلافات كتير، في اختلاف حتى بالثقافات. فهون نحن بنقول لهم كل أسرة لازم توضع برنامج خاص فيها خلال الشهر، خلال أسبوع، حسب المردود المادي اللي ممكن يدخل لإلها. رح أربط دائما بالمردود المالي، وهو هلا هو الدعامة الأساسية، لأنه لحتى هن يقدروا يكملوا مسيرة حياتهم اليومية، سواء كانت الدراسة، ما رح نوصل للسيارين والسياحة تمام، مشان ما نقول نحن خارج الخيال، بس لا، في ناس عايشة وعم تقوم بعملية تخصيص من ضمن ميزانية على مثل هاي الأمور، يمكن ضمن جمعيات، يمكن ضمن قروض. المهم أنهم يروحوا عن نفسهم ليرجعوا للعمل بشكل متواصل وبشكل صحيح. فلازم يكون عند الأسرة مرونة في عملية التعامل مع هاي الخطة. يعني ممكن يحدث عنا أن احنا طوارئ، ممكن يحدث عنا أي حدث طارئ، هون نحنا نتعرض ل نقول نحنا لعامل نفسي يضغطنا من الناحية المادية. فلازم نخصص جزء دائما للأمور الطوارئ. فعملية المرونة في تغيير الخطة، في تغيير برنامج اليومي، من شان ما يصير في عنا روتين يومي قاتل للأسرة. وهذا يمكن نحن كتير بنسمعه، حياتنا روتينية بصراحة. يعني اليوم أغلب الناس بتقلك أنا يومي عم يتكرر. رح أقول ليش. نحن بالحرب اللي كانت موجودة خلال 13 سنة الماضية، هي هلأ يعني بدنا نقول سلبيات او ايجابيات عم تظهر. فالسلبيات والايجابيات من الناحيه الاجتماعيه، الاقتصاديه، الناحيه الماديه على الاسره، الحاله النفسيه اهم شيء اللي عم يعاني منه الشعب، بسبب بدنا نقول نحن مو قله العمل، لا ابدا. انا واقعيه جدا، نحن بلدنا فيها عمل بشكل كثير كبير، لكن لازم نبحث عنه، ما نستنى لحتى نحن انه الدوله تامن لنا اياه، او انه انا معي شهاده معتبره او شهاده معينه، لازم استنى مسابقات لحتى انا اقوم بمسابقه لالتحق بوظيفه اداريه. علم الاقتصاد المنزلي هون هو من خلاله نحن عم نخلق كثير مشاريع. يلي بيدرس مثلا تصميم الازياء او مثلا النسيج والانسجه، هون عم يقوم بفتح مشاريع خاصه، يمكن حتى عم نشوفها مع السيدات ومع النساء ضمن منازلهم، اللي هي يمكن ياخذوا مكنه خياطه او مكنات تريكو، هي الموجوده عندنا نحن ضمن معاهدنا، ضمن ما رح اقول جامعاتنا، لانه نحن بالجامعات بيصير تعليم أكاديمي، فمنتجه للتخصصات الأكاديمية اللي هي مثل التغذية، يلي نحن المفروض يعرف كل شخص كيف اتعامل مع أفراد الأسرة من حيث التقنين وتحديد النفقات بمجال الغذاء، سواء كان عندي حالات مرضية ضمن هاي الأسرة، ونوعية الغذاء وطبيعة الغذاء وكمية الغذاء، لأنه نحن السوريين كتير مشهورين بالمونة، هذا المتعارف علينا خارج البلد. فحتى هاي كلمة المونة صار فيها كمان تقنين واقتصاد من خلال حياتنا اليومية اللي نحن عم نشوفها. فعلم الاقتصاد المنزلي لما نحن عم ندرسه بمعاهدنا، طبعا عم يختصر حاليا على مهنة واحدة فقط، هي النسيج والأنسجة. عم تكون مادة مادتين، يعني مقرر أو مقررين لساعة ساعتين، هدول غير كفيلين إني أنا خرج أخصائي تغذية أو أخصائي علاقات أسرية. والعلاقات الأسرية هي دراسة الشخص نفسيا، اجتماعيا، سلوكيا. وعم نشوف كتير ناس بيقولوا أنا محتاج لطبيب نفسي. لا، نحن كل إنسان هو طبيب نفسه، بس نعرف المشاكل الموجودة عندنا نحن قادرين على أنه نحن نتخطاها. فالشريحة اللي عم تتخرج عنا عم يكون في عندها مجالات عمل واسعة، بس بدها تبحث عنا ضمن البلد، أو إذا كان في مين دعمهم بقروض صغيرة، وهذا الشيء اللي عملته متاح. تمام، متاح أنه هن من ضمن هاي القروض يشتروا
مكنه واحده او مكنتين وبعدين العمل صحيح. بيكبر صحيح. يعني بنبدا صغار وبنكبر بعدين او حتى لو فكروا بالسفر خارج البلد بيجي لمجال الاختصاص الغذاء والتغذيه يلي اخذ جانب كثير كبير ومنه العمليات اللي نحن عم نشوفها بالمولات بالسناتر اللي هي انه الاطعمه الجاهزه الاطعمه المحفوظه بطريقه صحيحه الاطعمه المهيئه للطهي هي كلياتها كانت عمل سيدات ضمن منازلهم او فتيات تماما علم الاقتصاد المنزلي هون بيعرفهم على الطريقة الصحيحة في عمليات الحفظ أصولة كيف ممكن إنه هي تبقى معنا لفترات طويلة وخصوصا بفترة انقطاع التيار الكهربائي اللي نحن ما عم نشوفه تمام فهي مشكلة نحن بعلم الاقتصاد المنزلي بنحاول نتخطاها بالطرق الصحيحة في عمليات الحفظ كيف ممكن نحن نعلم الأشخاص إنه هن إذا كان في عنا مسنين ضمن البيت إذا كان في عنا أطفال كيف نتعامل معهم صحيا غذائيا تمام أستاذة صفاء ذكرتي نقطة المردود المالي واليوم نحن كلنا بنعرف المردود المالي هو ثابت للأشخاص يلي عم يشتغلوا إن كانوا بقطاعات خاصة أو حكومية اليوم كيف نقدر نحقق توازن بين هي المعادلة بين المدخول والاستهلاك بحيث نحن اليوم نقدر نتأقلم مع الراتب ونقدر يمكن نصرف بشكل مناسب خبرينا أكثر نعطي نصائح للمشاهدين هلا انا لاني شخص مثلي مثل كل انسان سوري ضمن هذا البلد وعم نعاني من هذا الموضوع نحن صعب جدا انه نحن نغطي النفقات رح اقول شغله مهمه جدا هي انه انا اكون اهم شيء الرضا القناعه اني يكون مربيه اطفالي من الصغر بمجال العلاقات الأسرية للاقتصاد المنزلي نعلمهم على القناعه على التقنين وليس على الإسراف برجع بقول مو التقنين لدرجة أني أنا الحرمان لطفلي حتى يصير هو يستهجن كل شيء عملية الموازنة صعب كتير أنه هي تصير لكن نحن عم نتعايش مع الوضع اللي نحن موجودين فيه ضمن المردود المالي لألنا إذا بدنا نحكي كراتب شهري كموظفين الراتب الشهري ما بيغطي أبداً حتى نفقات المخصص الأساسي اللي هو فواتير المي والكهرباء وإلى آخره فكيف نحن إذا بدنا نتجه لمجال الغذاء اللي هو ممكن يكون أكثر شيء مكلف عنا بالإضافة لمستلزمات إذا عندك طلاب جامعة عندك مواصلات عندك مستلزمات جامعية فهون بيزيد المصروف هون رح وجه نصيحة للجميع إنه نحن نكون ضمن الأسرة الوحدة إيد وحدة نتعاون بخلق مشاريع صغيرة نقدر من هاي المشاريع ومن علم الاقتصاد المنزلي ونحن شفنا كثير دكاترة راحت عياداتهم قاموا بعمل دورات مهنية بضمن أعمال الاقتصاد المنزلي اللي هي الكنويشة التريكول صار في لهم مردود مالي كثير بغطي العائق يلي هن وصلوا لإلهم وكان مساعد لإلهم فنحن بدنا نخلق مشاريع متعددة لحتى نحن نقدر يعني بدنا نشتغل شغل واثنين وثلاثة فمنشوف السوري مرهق لأنه هو على 24 ساعة ضمن عمل ممكن يخلق لحاله يوم أو يومين للاستراحة للاستجمام لحتى يقدر يرجع يقوم بالعمل بشكل يومي لأنه نحن عنا رسالة هي الأسرة هي أسمى شيء في الوجود صحيح اللي لازم نحن دائما نشتغل عليها وندعمها ونكون إيد وحدة ضمن هاي الأسرة لحتى ما يصير في عنا فشل لأنه فشلت الأسرة ففشل المجتمع أكيد أستاذة صفاء وذكرتي نقطة كتير مهمة اليوم يعني الظروف ظروف الحرب اليوم عم تطلع علينا كان بالأثار النفسي يمكن أكثر من الاجتماعي حتى اليوم الإنسان المرتاح ماديًا بيقول لك في شيء أنا ما مريحني وهذا شيء سلبي مرق بالسنوات الماضية ذكرنا الأسرة ونحن نعود أطفالنا ولكن اليوم الطفل بحاجة أيضًا لأنك أنت تغطي حاجياته النفسية حاجياته الاقتصادية نحن اليوم هذا الطفل في أطفال كبرت ونشأت على حياة معينة
أطفال الحرب. أطفال الحرب. وصار في اليوم عنا الظروف يعني مثل ما بنعرفها نحن بشكل عام. هدول كيفنا نحن نقدر نوازن نفسيتهم يعني حتى نقدر نقنعهم إنه نحن اليوم بوقت آخر وزمن آخر؟ هلا نحن إذا بدنا ننطر لعمر 20 سنة أو لأنه هلا صار هيك هن أعمارهم صحيح. مع الحرب هن بدوا يمكن عمر 10-11 سنة. في أطفال خلقوا بالحرب، في أطفال خلقوا قبل الحرب، فنحن بدنا نقول التأسيس بيكون من الصغر. صعب جدا إني أنا أقنع هذا الشاب أو هذا الطالب ضمن الجامعة لأنه بيصير في حوار ونقاش بيننا وبين طلابنا بهذا الموضوع. فأنا رسالتي كأستاذة جامعية إني أنا أوصل جزء أو خصص جزء من ضمن محاضرتي لإرشاد مثل هدول الشباب ضمن المعقول ضمن المنطق حتى يقتنع مني هذا الطالب. بيتفاعلوا بيتفاعلوا بشكل كتير كبير. طبعا هذا الشيء أنا لمسته مع طلابنا، وخصوصا أنهم هن على فكرة أنا بدي سافر بدي أترك. أنا دائما أوجههم أنه نحن عنا شغل هون بتقدروا بإنتاج كتير كبير، أصابعكم إيديكم هي يعني ثروة. فعلا لما صاروا خارج البلد قالوا لي كل كلمة حكيتي يا أستاذة نحن عم نوصل لها. المعاناة اللي عم يعانوها خارج البلد بدي أقول أنا لو طالعوا مردود مالي هن عم يعانوا من أمور كتير اللي هي نفسية وجسدية واجتماعية هذا كله عم يبعدوا عنه. فأنا بدي أبدأ مع طفلي من الصغر بتأسيس هاي الأمور، بترسيخها ضمن عقليته، بتحميله المسؤولية. معلش منحمل أطفالنا المسؤولية، نحن هذا التقليد الأعمى للآخرين إنه أنا ابني طالب تاسع، ابني طالب بكالوريا نجح تاسع لازم نجيب له موبايل نوعه كذا. هاي ما أنا من عاداتنا وما أنا من تقاليدنا. فنحن لازم نركز على المبادئ الأساسية اللي نحن ربينا عليها في اقتناء مثل هاي الأمور وتأمينها لأولادنا خلال حياتهم اليومية. لأنه نحن لما بنعطيهم أكثر نحن رح نخسرهم. صحيح. فخلينا ضمن المعقول وضمن الحدود. الأمور ضمن الحدود. أكيد. يعني بالختام كنتي معنا المهندسة صفاء أحمد، شكرا لك ولكل النصائح اللي قدمتيها لليوم. أهلا وسهلا فيك. شكرا أستاذة صفاء لحضورك، ونتمنى اليوم تحسين الواقع الاقتصادي وسوء العمل. اليوم الشباب حقهم يعيشوا، حقهم أنهم يبلشوا مشروعهم الخاص اللي بيوازي حلمهم. طبعا أكيد. شكرا أستاذة لحضورك. أهلا وسهلا فيك.